القلعة كافيه أول مكان في مدينة قامشلو يدمج بين فكرة الكافيه والمكتبة، وأيضا مكانا تفاعليا بين الكتاب والقراء والمثقفين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي. القلعة كافيه مكتبة تحتوي على آلاف العناوين ومن أكثر الكتب مبيعاً في العالم، وكذلك جميعها متاحة للقراءة مجاناً ضمن الكافيه. كما تحتوي على صالة للاجتماعات واللقاءات الثقافية، حيث ينظم لقاءات أدبية وأمسيات ثقافية بشكل أسبوعي، إلى جانب حفلات توقيع وقراءة الكتب وحفلات التخرج.